أهلا بكم من جديد. من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية، حيث يدافع المنتخبان الأردني والعماني مساء اليوم عن فرصتهما الأخيرة في بلوغ نهائيات كأس العالم، وذلك عندما يلتقيان في العاصمة الأردنية عمان. ولكن قبل هذه المواجهة، المنتخب العراقي مطالب بتحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في اللقاء الذي ينطلق بعد أقل من ساعة، لإعطاء الفرصة لأشقائه العرب في بلوغ المونديال بتذكرة مباشرة. عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني أكد أن الفوز سيكون حقا مشروعا للمنتخب الأردني في لقاء اليوم من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة بحثا عن الوصول إلى المونديال. تشكيلة المنتخب في مباراة اليوم قد تشهد بعضا من التغييرات في ظل غياب باسم فتحي، فضلا عن أن الحسابات بمواجهة عمان تختلف عن مواجهة أستراليا السابقة، حيث سيكون طموحنا تحقيق الفوز ولا سوى. المنتخب ينظر للمواجهة بعيون من الأهمية، كون الفوز يعني بلوغ الملحق لأول مرة بتاريخ الكرة الأردنية، وهو إنجاز جديد نفخر به. جدولة مباريات الدور الحاسم لم تكن منصفة، وهي التي منحت اليابان اللعب في أرضها بأول لقاءين، وأعطت أستراليا فرصة خوض آخر مباراتين في أرضها، كما أن بعد المسافات شكل مصدر إرهاق لمنتخبات غرب آسيا. أما الفرنسي بول لوغوان المدير الفني للمنتخب العماني فقال إن اللقاء مهم وحساس في مشوار الكرة العمانية من أجل تحقيق حلم المونديال. المدرب الفرنسي، ورغم أهمية لقاء العراق وأستراليا، إلا أنه طالب نجوم الأحمر التركيز فقط على لقاء النشامة. اللقاء مهم وحساس ومفصلي بالنسبة للمنتخب العماني الطامح لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال العالمي. ما يهمني في هذه المرحلة هو التركيز فقط على هذا اللقاء وعدم التأثر بلقاء المنتخب العراقي والأسترالي مهما كانت نتيجته، كون فارق التوقيت بين اللقاءين سيسمح لنا بمعرفة النتيجة. لكننا سنضع كل تركيزنا في أرضية الملعب للخروج بالنتيجة الإيجابية. المنتخب الأردني فريق صعب، خاصة على أرضه وبين جماهيره، حيث لم يخسر أي لقاء في عمان، لكننا مستعدون لهذا اللقاء ومقتنعين تماما بالتحضير الذي سبق اللقاء والمعسكر المغلق الذي أقمناه في مسقط. لست قلقا، ونملك أفضلية الإعداد والتحضير الخاص لهذا اللقاء. محمد العليان الكاتب في جريدة الرؤية العمانية تحدث في مقاله اليوم عن المواجهة الحاسمة التي تجمع بين المنتخبين العماني والأردني في تصفية المونديال. العليان قال يخوض الأحمر مباراة تاريخية تأتي في أهميتها كعنق الزجاجة، وليس فيها أي خيارات أخرى إلا خيار واحد، وهو الفوز فقط. هدف المنتخب الأساسي وخياره هو الفوز على نظيره الأردني خارج الديار في مباراة لن تكون سهلة، حيث فرص المنافسة متساوية بين المنتخبين للتأهل للملحق المؤهل للمونديال في البرازيل. لغة الحسابات صعبة جدا لمنتخبنا، إذ لا بد من الفوز، ومن ثم انتظار نتيجة المنتخب الأسترالي والعراقي. كل الآمال والأحلام لا تزال متوفرة لتحقيق الحلم الكبير الذي طال انتظاره، وهو التأهل للمونديال. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، وضاعت عدة نقاط سابقة لو أحرزها لكان الأحمر ثالث منتخب يعلن تأهله للبرازيل. المباراة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. في المعسكر الآخر، وفي تقرير لجريدة العرب اليوم الأردنية، حثت فيه جماهير النشامة على الحضور بكثافة إلى الملعب، ملعب المباراة، حيث اعتبرته كلمة السر في تحقيق الفوز على عمان والوصول إلى الملحق المؤهل للمونديال. لم يخذل جمهورنا منتخبنا من قبل، ولن يفعلها اليوم أمام منتخب عمان في المواجهة المصيرية والتاريخية اليوم أمام عمان. جمهورنا الكروي الوفي المتجذر حبا وعشقا لتراب هذا الوطن كان وما زال اللاعب رقم واحد في صفوف منتخبنا والعنصر الحاسم في المواجهات الكبيرة،
والزمن لن يمحو من ذاكرة الكرة الأردنية المواقف الخالدة لهذا الجمهور في أصعب المواقف التي مرت بها الكرة الأردنية، وآخرها مباراتي العملاقين الأسترالي والياباني في ملعب لقويسما. نعم، منتخبنا سيكون في أمسية اليوم في أشد الحاجة إلى التفاف الجمهور خلف اللاعبين، فالمهمة ليست سهلة على الإطلاق. المنتخب العراقي سيكون على موعد بعد قليل مع المباراة الأخيرة في مشوار التصفيات أمام المنتخب الأسترالي على ملعب الاستاد الأولمبي في سيدني. آمال العراق تبخرت في الظهور بالمونديال، وفوز الكانغارو على أسود الرافدين سيضمن له بطاقة الصعود إلى البرازيل. الصربي بيتروفيتش مدرب العراق اعترف بصعوبة المباراة. المواجهة ستكون صعبة ونحن نفتقد لعناصر الخبرة، لكننا نسعى لتقديم أداء جيد. لقد سبق أن التقيت مع المنتخب الأسترالي في مناسبتين، الأولى مع الصين والثانية مع صربيا، وفزت في الأولى وتعادلت في الأخرى ولم أهزم في سيدني، لذلك سنحاول بقوة تكرار الفوز. المباراة أمام أستراليا تتسم دائما بالصعوبة نظرا لقوة المنافس الذي يضم لاعبين مميزين، وبالرغم من ذلك سنلعب للفوز الذي يعد خيارنا الأول. وثقتي الكبيرة باللاعبين لم تأتي من فراغ، وإنما نتيجة التطور الواضح في أدائهم. ما الجديد هناك في البرازيل؟ إلى الفقرة العالمية وآخر وقفات جرائد. جولتنا العالمية نبدأها مع الجرائد البرازيلية وتصريحات نجوم السامبا الذين يشعرون بمزيج من الخوف والتحدي بعد أن أبدع منتخب إسبانيا في أولى مبارياته. مارسيلو مدافع الريال والمنتخب البرازيلي يرد على طوفان الإشادات الذي انهال على رؤوس الإسبان قائلا: لماذا تتحدثون عن إسبانيا وكأنها فازت باللقب؟ كلمات مارسيلو تفوح منها رائحة التحدي، فقد ساد شعور برازيلي بالتفاؤل بعد أن ظهر السامبا بمستويات جيدة أمام اليابان، ولكن التفاؤل تحول إلى شعور بالخوف بعد أن شاهد الجميع تألق إسبانيا أمام منتخب أورغواي. لا أعلم لماذا تتحدثون عن المنتخب الإسباني وكأنه أصبح فعليا طرفا في النهائي. المشوار لا زال ممتدا وهناك الكثير من المباريات، يجب أن نستمر على ثقتنا في أنفسنا وألا نتأثر بمثل هذه الأجواء. ما أقوله لا يعني التقليل من شأن الإسبان، أعترف أن لديهم منتخب عظيم وعناصر لا يمكن التشكيك في قدراتهم الخاصة. على أي حال، لا يمكن لأحد توقع هوية المنتخب الأقرب للتتويج باللقب، خاصة أننا في حالة جيدة ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا.